أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على توجه المجلس سرعة إنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة الموقرة بالشكل الذي يضمن استمرارية المشاريع الحيوية الموجهة للمواطن بما ينسجم مع توجيهات ورؤى القيادة الحكيمة حفظها الله تجاه الحفاظ على مكتسبات ومستحقات المواطنين وتعزيزها. جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، حيث تسلم معاليه مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020. ولوه معالي رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء بالتعاون المستمر والقائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تهيئة كل العوامل اللازمة لخروج قانون الميزانية العامة بالصورة المطلوبة بما يحقق الهدف المشترك بين السلطتين والقائم على اعتبار المواطن البحريني أولوية تتقدم كافة الأولويات بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومة للأعوام الأربع المقبلة، وكذلك الخطط والبرامج المعتمدة والموجهة نحو تعزيز الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين ومن بينها برنامج التوازن المالي. أكد معالي رئيس مجلس الشورى على أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس سوف تسخر جهودها في المرحلة المقبلة لدراسة الميزانية وما ورد ضمنها من اعتمادات ومصروفات وذلك بشكل دقيق وواف لضمان الوصول إلى صيغة توافقية بين كافة الأطراف بشأن الميزانية العامة والعمل على إنجاز هذا المشروع الهام والحيوي في أسرع وقت ممكن بما يراعي المصلحة الوطنية العليا بالدرجة الأولى. استلمت اللجنة المالية اليوم ميزانية الدولة للعامين 2019 و2020، وخطوة البداية طبعا كانت هي الاطلاع على البيانات التي جاءت بها الميزانية، وفي نفس الوقت ان احنا اليوم نرى مدى تماشي هذه الميزانية مع موضوعين جدا مهمين. الاول هو برنامج عمل الحكومة لعامي 2019-2020-2021-2022، وأيضا بالنسبة إلى انعكاس برنامج التوازن المالي في تنفيذ هذه الميزانية. الشيء المطمئن هو اليوم وجود هذه الميزانية بالطريقة التي عدت يعني بقراءة أولية، أن فعلا نحن اليوم نرى الهدف من وراء وجود هذه الميزانية هو المحافظة على مكتسبات المواطن.